في الـ 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 الانديه الكبرى. واحنا لسه كنا بنتكلم امبارح ان نادي الاهلي تعاقد مع حد يشتغل على تاهيل النفسي، دكتور احمد ابو الوفا بيشتغل على تاهيل النفسي. شهر مارس تم التعاقد معاه بناء على طلب مارسيل كولر. الانديه الكبيره بتشتغل على ناس متخصصه في اجزاء نفسيا او تكتيكيا. او الانديه الكبيره دلوقتي بتجيب حد متخصص مش بس للضربات الثابته، التدريب المهاجمين ده كمان، في ناس متخصصه للرمي التماس الى هذه الدرجه. فليه الاهلي ما يجيبش حد متخصص؟ علشان ما دام احنا عندنا ديفو، عندنا مشكله، نقطه ضعف، ليه ما حد يعني ما فيش متخصص يجي عشان يصلح الموضوع ده؟ هو الموضوع مش محتاج تخصص، يعني هو الموضوع ان انت ممكن الانديه الكبيره بتعمل كده، بتبقى محتاجه يعني انت لو هشتغل على تفاصيل كوره انت محتاج بقى الجهاز يبقى 30 مدرب ولا حاجه. لكن انا بتكلم في تفصيله زي دي، ده شغل تخصصي. انت بتعمل كور ثابته عليك وتوقف الناس صح. الجون اللي دخل فينا كارثه، اتنين اللي اتحركوا وبقى كله وقف، فضل واقف، والاثنين اللي اتحركوا وشهم للجون، يعني علي معلول وشه للجون اللي هيلمسه في نفسه. ف لما بنيجي نتحرك ونحرك اللعيبه كلهم بيتحركوا في توقيت واحد وبيتحركوا بظهرهم عشان المسافه اللي جريها الفراوده هم كمان يرجعوها بظهرهم، فيبقى هو ظهرهم للشناوي يقدروا يطلعوا الكور. دي حصلت في كذا كور. دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه كمان، واحنا يمكن اتكلمنا عليها قبل الماتش، ان احنا عندنا مشكله في ظهر علي معلول. هم قدروا يستغلوا دي كويس جدا. ده حقيقي. ونجم الصراحه النهارده الشوط الاولاني كان هايل. اكيد. اشتغل كويس جدا من الحته دي. احنا عندنا ميزه في ان علي معلول الراجل بيقدر يطير وبيقدر يشتغل كويس جدا، لازم الحته اللي وراه دي لازم تتحمي كويس. هم قدروا بصراحه يشتغلوا على التفصيله ديت، وقدروا بصراحه يأذونا كتير جدا منها، والكور شفنا كل الكور الفاولات اللي علينا من المنطقه دي. طيب. لكن في المجمل طبعا كل حاجه هم عملوا تركه كمان، هم عملوا كسبنا المهم. هو بالظبط كده. احنا كسبنا واحنا يعني برضو علشان ده النادي الاهلي، فاحنا خلينا نقضي النهارده اجواء احتفاليه. أكيد طبعا. وبكره ممكن بقى نبدا حقهم الف مبروك يا جماعه.